السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، واهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة الفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن مهارات التطوير الذاتي، او بنتكلم يعني بشكل مفتوح كده عن شوية حاجات لو انت عرفتها ان شاء الله ممكن تفرق معاك في حياتك بشكل كبير. اعتبرني في سلسلة الفيديوهات دي اخوك الكبير او صاحبك اللي اكبر منك اللي ممكن يكون عنده يعني شوية خبرة صغيرة في الحياة اكتر منك بشوية. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الشعور بالقيمة، واتكلمنا عن ازاي تعرف او ايه العلامات اللي تعرفك ان كنت انت حاسس بقيمتك ولا لا في الفيديو اللي فات على طول. ان شاء الله لو انتم مشفتوش ارجعوا شوفوه عشان مهم قوي عشان تعرفوا بس تتابعوا الاحداث يعني اللي احنا بنتكلم فيها. في الفيديو ده هنخش في مستوى اعمق شوية، نحاول نوصف الشعور بالقيمة شوية، نحاول ان احنا نوصفه نفهمه، عشان لما نفهمه اكيد هنعرف ان احنا نحسه ونعرف نطبقه في حياتنا. بصراحة يا جماعة هو علم نفس الألوان اللي اخترعه ماكس لوشر، تمام؟ طبعا ده هو نفس الشخص اللي اخترع اختبار لوشر اللي هو اختبار تحليل الشخصية اللي احنا بنعمله عشان نساعد الناس يعني يعرفوا نفسهم اكتر او يعرفوا المجالات اللي ممكن يشتغلوا فيها وهم مرتاحين اكتر. العلم ده علم عبقري جدا لان هو بيوصف المشاعر وصف دقيق جدا، ودي حاجة بصراحة في حد ذاتها اختراع. يعني المشاعر لما انت تفهمها بتعرف تفهم الناس، بتعرف تفهم نفسك، بتعرف تفهم كل حاجة حواليك. فهو اللي موصف لنا التوصيفات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي في الفيديو ده ان شاء الله. الشعور بالقيمة هو بيرمز ليه في علم نفس الألوان باللون الأخضر، تمام؟ وهو زي ما اتفقنا لون أساسي مهم جدا لازم يكون موجود في حياتك عشان تبقى انت حياتك متزنة وتكون ماشية كويس. طيب شعور بالقيمة ليه جزء متزن وليه جزئين غير متزنين، تمام؟ الجزء اللي طبعا الشعور بالقيمة عموما هو شعور السمو والنبل وشعور الاحترام وشعور التقدير للذات، شعور الاحساس بالاحترام والتقدير للذات، تمام؟ ودايما الشخص اللي بيبقى اللي هو عنده شعور القيمة ده متزن هتلاقيه هو بيحترم نفسه جدا وبيحترم الاخرين جدا. هتلاقي ان هو مثلا لو سافر مثلا بلد او سافر مثلا مكان هتلاقيه مثلا ممكن مثلا يلبس لبسهم وممكن ياكل اكلهم وممكن يقعد وسطيهم، زي مثلا لو سافر مثلا بلد ريفيه او كلام من ده ممكن تلاقيه مثلا قاعد جنبهم وبياكل معاهم على الطبليه عادي جدا، محترم متواضع، هو في جزء تواضع كده، تحس ان هو شخص متواضع، شخص بسيط، تمام؟ مش مكلكع كده ومش معقد ولا الكلام ده كله، شخص بيقدر نفسه جدا، بيحترم مبادئه جدا جدا، و ما بيجيش على حد وما بيجيش على نفسه، يعني من ضمن صفاته ان هو ما بيجيش على نفسه. من ضمن صفات برضو الشخص المحترم ان هو شخص صلب. يعني ايه صلب؟ يعني صعب كسره، صعب جدا ان انت تكسره. شخص بيعتز جدا بمبادئه، يعني شخص لو انت جيت على مبادئه فالموضوع بيكون صعب جدا يعني. وبعدين الناس اللي عندهم الشعور بالقيمه عالي بيكونوا في الصراعات فظاع فظاع، بيكونوا في الصراعات. يعني ايه فظاع في الصراعات؟ يعني ده ما تخشش معاه في مشكله، لانك لو دخلت معاه في مشكله انت حرفيا انت دخلت في حلبه حرب تران من الاخر، لان هو هيفضل يدافع عن مبدئه لحد الموت، لحد الموت مش هيتنازل ابدا عن الصح بتاعه، الصح اللي في دماغه، تمام؟ ده لان هو بيحترم مبدأ. طيب نيجي بقى نشوف الجزء الغير متزن في اللون الاخضر. عندنا جزء اسمه اللي هو الاخضر بلس بلس، اللي هو الجزء اللي بيبقى على اليمين، اللي هو التطرف اللي على اليمين، يعني اللي هو الشخص المغرور، الشخص المغرور، الشخص المتعالي، الشخص اللي شايف نفسه قيمة على الناس، تمام؟ اللي هو ايه؟ انا قيمة يا اولاد الكلب، يعني انا احسن منكم يا اولاد الكذا، انتوا كلكم بالنسبة لي يعني اي كلام كده، يعني انا احسن منكم، انا شغال في مكان احسن منكم، انا يعني هو. بس هو في الاول وفي الاخر ما بيتنكش على الناس بانجازاته، يا ريته بيتنك على الناس بانجازاته، ده بيتنك على الناس بقيمته. يعني هو شايف نفسه قيمة كبيرة جدا جدا، ممكن يكون هو معفن اصلا، يعني هو ممكن يكون هو معفن اساسا وملوش لازمة، بس هو شايف نفسه قيمة على الناس، تمام؟ المشاهد دي بنشوفها في حاجات كتير جدا. مثلا على سبيل المثال مثلا في بيوتنا هتلاقي مثلا ان في اهالي مربيين عيالهم التربية دي ان يكون الواد اصلا معفن، تمام؟ ويقول لابويا ابوه جيب لي واعمل لي وسوي لي، وانت لازم تجيب لي اصلا، وانت لازم تعمل لي، وانت ليه لازم يعمل لك؟ معلش انا اسف، يعني هو عشان ايه يعني؟ يعني هو هو اصلا كتر خيره انه خلفك يعني. يعني في بقى حاجات زي دي كتير قوي، تمام؟ المدرس مثلا مع الطلبه، تمام؟ اللي هو يعني انتوا لازم تحترموني اساسا، انا قيمه كبيره جدا يعني، فاهمني؟ بنشوف الحته دي طبعا في التدريس كتير قوي، ان دايما المدرس او المعلم بيبقى شايف نفسه على الطالب اللي تحتيه. دي حاجه مش حلوه بصراحه،
يعني انت مدرس ومعلم وحد كويس جدا والكلام ده كله، بس انت ليه تشوف نفسك على الطالب يعني؟ يعني انت بتعلمه او انت بتديله معلومات بس برضه ما تشوفش نفسك عليه برضه يعني. طبعا دي مشاهد بنشوفها كتير جدا، واكتر المشاهد دي لما نيجي نشوفها لما تيجي تقرا القران، المشهد المسيطر على الموضوع ده هو فرعون. هتلاقي فرعون ده اكتر اخضر بلس بلس انت ممكن تشوفه في الكون، تمام؟ وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا، واللي هو مثلا يقول لك ايه، ما علمت لكم من اله غيري. يعني في ايات تانية كتير جدا زي مثلا ايه، انا مش فاكر نص الايه بصراحه، بس اللي هو فيما معناها ايه، يا جماعه هو انا مصر دي مش بتاعتي ولا ايه؟ اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ يعني اللي هو ايه، شخص متكبر ومغرور بشكل غير عادي. فرعون هو اكبر مثال للتكبر وللغرور وللكلام ده كله. يعني اعاذنا الله واياكم من الغرور. يعني الواحد لازم يهذب نفسه يعني بامانه والله. انا واحد من الناس مثلا اللي اول ما بحس ان في اي حاجه ممكن ينتابني من خلالها غرور بمنعها تماما. يعني مثلا على سبيل المثال، انا اهلي ما عرفوش ان انا عندي قناة يوتيوب لحد ما بقى عندي 50,000 مشترك مثلا، وما عرفوش مني، يعني عرفوا من ناس قرايبنا او كلام من ده، لان انا كنت مصر وقت ما انا ابتديت قناة اليوتيوب ان انا ما خليش الموضوع ده يديني قيمة. ما ينفعش الموضوع ده يديني قيمة، انا قيمتي من جوايا، قيمتي مش من اليوتيوب ولا قيمتي من عدد متابعيني. عدد متابعيني زاد، عدد متابعيني قل، ده ما يأثرش على قيمتي. ودي من ضمن الحاجات اللي انت لازم تعرفها، ان انت لو قيمتك بتستمد من اي شيء خارجي فانت عندك مشكلة في احساسك بقيمتك. طيب كده احنا خلصنا الاخضر بلس بلس او الجزء المتطرف من الاخضر في ناحية الغرور. في بقى جزء اللي هو الاخضر ماينس ماينس اللي هو المتطرف بس الناحية التانية، اللي هو ايه بقى، الشخص اللي هو ايه دايما يقولك ايه، شلوت ساعتك دفع للامام. عارف الشخص المنافق، الشخص المنافق اللي اتكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو قالك ايه، اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا حدث كذب. طبعا بالترتيب يعني حسب الحديث، انا ممكن قلت الترتيب غلط يعني. فهو ده الشخص المنافق. وللاسف الشديد بقى احنا عندنا بقى من دول كتير قوي، عندنا من دول كتير قوي. من ضمن الصفات بتاعتهم الضرب تحت الحزام، يعني اللي هو ايه، يبقى قدامك مبتسم كده وجميل كده وامور وحلو وزي الفل، ومن وراك بيضرب من تحت الحزام. فطبعا ده احساس مضطرب جدا جدا في الشعور بالقيمة. وخلي بالك ان الاخضر بلس بلس ما يختلفش خالص عن الاخضر ماينس ماينس. يعني ايه؟ يعني الشخص اللي هو الغلبان اللي الجميل اللي بيضحك في وشك وبيقول لك شلت سعادتك دفع للامام، ده لو خد فرصته هيبقى متكبر. والمتكبر لما يجيب اخره في التكبر، يعني لما يوصل بقى ان هو يجيب اخره في التكبر، وانا قيمه يا اولاد الكلب، وانا احسن منكم يا كذا، وانا مش عارف ايه، وانا الكلام ده كله، لما يجيب اخره بقى ويلاقي ان هو مش عارف يحس بالقيمه الزياده اللي هو حاسسها دي، بيروح للعكس على طول. كده تعملوا معايا كده، تعملوا معايا كده، ده انا وكذا 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 وكذا. فاهم قصدي؟ فهي دي النقطة اللي انت لازم تعرفها، ان هما الاثنين زي بعض. فلازم تاخد بالك احيانا من الكلمات اللي انت بتنطقها. يعني مثلا واحد يجي يقولك ايه، يا باشا انت جزمتك فوق راسي. ليه؟ معلش انا جزمتي تبقى فوق راسك ليه؟ انا جزمتي مكانها على الارض مش مكانها فوق راسك اصلا. فاهمني؟ فانت الكلمات اللي زي دي ما تقبلهاش. لما حد يقولك انت جزمتك فوق راسي تقوله لا يا باشا، انت انا جزمتي مش فوق راسك اصلا يعني. فهم قصدي؟ فيعني حتى لما حد يحب يديلك قيمة زيادة عن اللازم، ما تاخدش القيمة دي، ارفضها. فاهمني؟ خد قيمتك وقدرك فقط لا غير. يعني ما حاول ما تديش لنفسك دايما اكبر من قيمتك. واحد يجي يقولك ايه، باشا انت تأمرني، انت تعمل فيا اللي انت عاوزه، انت باشا مش عارف ايه. شفت انت الكلمات دي بتسمعها كتير قوي، انزل بس المطار، انزل مطار القاهرة، ولا انزل مثلا محطة مصر، ولا كلام من ده، هتلاقي كل الناس بينطقوا نفس هذه الكلمات. انت ما ينفعش تبقى ده، يعني انت ما ينفعش تبقى ده، لان ده احساس مضطرب بالقيمة. اما احساسك الطبيعي بالقيمة ان انت عارف ان انت انسان واللي بيتعامل معاك ده برضو انسان. فما ينفعش انت، لا انت تبقى جزمتك فوق راسه ولا هو جزمته فوق راسك. انت بني ادم وهو بني ادم، انت مكرم وهو مكرم، لا انت احسن منه ولا هو احسن منك. فدي نقطة مهمة جدا انت لازم تكون عارفها. طبعا الاحساس بالقيمة المضطرب بيتشف حاجات كتير قوي، يعني مش بس مجرد الاشخاص والتعامل مع الاشخاص، لا في حاجات كتير جدا. يعني انت مثلا لما تمشي في الشوارع وتلاقي الشوارع دي مش منظمة،
عربيات داخله يمين وعربيات داخله شمال، ولا في اشاره، ولا في حد محترم الاشاره، ولا في حد محترم الكلام ده كله. كل ده معناه ايه؟ ده معناه احساس مضطرب بالقيمه في هذا الشارع. مفيش احترام، الناس مش محترمه بعضها. تمام، هو لو 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 محترم كان مشي زي الناس. طب نيجي بقى النقطه اللي بتغيظني انا شخصيا بقى، وهي موضوع الطابور. يعني لو انت ماشي في اي مكان ولقيت ان في طابور، لازم تقف تحترم الطابور. تمام، اقف خد دورك. تلاقي بقى ايه، انت واقف في الطابور وواحد جالك بقى كده هوب بعيد عن الطابور وراح دخل ايه على الشباك، ده اخضر ماينس ماينس على طول، او اخضر بلس بلس. anyway مهم ان هو احساس مضطرب بالاخضر. تمام، ايه في طابور والناس كلها واقفه، ليه ما بتحترمش الطابور؟ طبعا الحاجات دي كلها بلاوي سودة احنا بنشوفها كل يوم، بنتعامل معها كل يوم اساسا. الجرس الانذار بتاع العربيه اللي هو الكلاكس، تمام، تلاقي واحد داخل عليك ودايس الكلاكس تيت. طب يا عم في ايه؟ طيب يعني بالراحه، طيب علينا يعني، فاهمني؟ هو ده شايف نفسه قيمه عليك مثلا، داخل مديك الكلاكس الجامد ده. طبعا انت بقى الواحد لما بيفهم بقى الحاجات دي، انا بقى اقول لك بقى تتعامل ازاي مع الكلام ده بقى، واحده واحده كده بالظبط. اول حاجه الاخضر ماينس ماينس، تمام، دايما دايما ما تخليهوش يعيشك اكبر من حجمك، دي اتكلمنا عنها. الاخضر بلس بلس ده دايما تعامله بالاحترام بالمبادئ، فهم قصدي؟ يعني دايما تحط مبدأك وتحط الحاجة اللي انت عاوزها او الحاجة اللي انت عاوز توصل لها. سي مثلا انا بتعامل مثلا مع واحد وهو عايش نفسه عليا قوي، عايش نفسه عليا، عمال يتنطط ويقول لك انا وانا وانت لازم تعمل وانت لازم تسوي. انت تثبت على كلامك وتثبت على قولك وعلى الحاجة اللي انت عاوز تعملها. سي مثلا عميل بتعامل معاه مثلا وطالب مثلا مني حاجات كتير، وهو الراجل بقى شايف نفسه قيمه وشايف نفسه بقى ان هو مفيش منه، لا انا هعمل اللي انا اتفقت عليه. تبذل مجهودك في ان انت تتفق صح مع العميل على حاجتك في الاول، عشان لما نيجي نختلف يبقى اختلافنا على حاجه مكتوبه، حاجه مكتوبه ما بيني وما بينك، نقدر ان انا وانت لما نتخانق نرجع لها، وما تعملش اي حاجه غير اللي انت اتفقت عليه. فبالتالي عشان تحافظ على حقوقك بشكل كويس لازم تتفق كويس، لان كتير جدا في الحياه هتقابل اخضر بلس بلس، وكتير جدا هتلاقي اخضر ماينس ماينس. واحد مثلا يجي يتعاقد معاك على مشروع ويقول لك يا باشا يعني احنا بس عايزين نشتغل معاك انت، يعني احنا عايزين نسيب الدنيا دي كلها ونشتغل معاك انت، انت ده انت احسن واحد في الدنيا يا اخي، فاهمني؟ خد من ده بقى كتير، خد من ده ناس هتعمل معاك كده، بس وقت الجد هتلاقي قلب متكبر وتلاقي يقول لك لا 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 لا, لا. انا هاخد الحاجات اللي على مزاج انا. طب يا باشا لا، في اتفاق ما بيننا، نرجع للاتفاق وننفذ بالظبط اللي احنا اتفقنا. خلي بالك من نقطه مهمه قوي، ان في ناس كتير جدا هيبتدوا ان هم يساوموك على قيمتك. يعني ايه يساوموك على قيمتك؟ يعني هو النهارده يجي يقول لك ايه، طب بص اعمل لي مثلا الحاجه دي تمام، وقدام منها مثلا هدي لك حاجه تانية. اوعى تتنازل عن مبدأك او اوعى تتنازل عن اتفاقك لاي سبب من الاسباب، حتى لو كان ده قدامه ميزه انت هتاخدها، حتى لو كان ده قدامه ميزه انت هتاخدها، لان في اللحظه اللي انت هتتنازل عن اتفاقك فانت بتتنازل عن قيمتك، فتوقع فيما بعد ان انت تتنازل عن حاجات اكتر من كده بكتير. فدي النقطه اللي انا عايز اوصلها للناس. انا لما كنت بقعد اقول للناس يا جماعه ما تنزلوش شركات بتديكم مرتبات تعبانه، ما تنزلوش مثلا اماكن ما بتقدركمش والكلام ده، الناس ما كانتش بتفهم، مش فاهمين انا قصدي ايه من الموضوع ده. يقول لك طب انا لو قعدت مش هلاقي اكل او مش هلاقي شغل. مين قال لك انك مش هتلاقي شغل؟ هو انت رزقك على الشركه ولا رزقك على الله سبحانه وتعالى؟ يعني احنا لو بس نفهم الرزق ده، الرزق هو الحاجة الوحيدة اللي الله سبحانه وتعالى اقسم عليها. لو نفهم بس الرزق شوية، والله العظيم ما هنخاف على الرزق ولا هنخاف على الكلام ده كله. تلتزم بس بمبادئك وتلتزم بالحاجة اللي انت يعني مقتنع بيها واللي انت بنيتها جواك بمبدأك الحقيقي، صدقني والله العظيم مش هتغلب في اي حاجة. احنا اتكلمنا النهاردة عن اللون الاخضر، عاوزك بقى نعمل تمرين مع بعض كده على السريع قبل ما نقفل الفيديو عشان نطبق اللي احنا بنعمله. اول حاجة عاوزك تكتب انت قد ايه بتقول كلمات من الكلمات اللي انا قلت لك ان هي غلط في الاحساس بالقيمة، اللي هي زي جزمتك فوق راسي، وزي انت 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 باشا مصر وانت كابتن مصر ومش عارف ايه والكلام ده كله، او الكلمات اللي من نوع ايه، انا احسن منكم كلكم، او انا اجمد منكم كلكم، او القصه دي. وعاوزك تكتب لي كمان، بس دي بقى ايه يعني، خليها نسب بلاش، يعني اكتبها بينك وبين نفسك في الاسامي، مين الناس اللي في حياتك اللي انت بتحس ان هم يعني ناس قريبين بتتعامل معاهم يوميا، وبتحس ان انت الناس دول عاملين لك اضطراب في احساسك بقيمتك، سواء حد هو اخضر بلس بلس او اخضر ماينس ماينس. تمام، دي بينك وبين نفسك اكتبها، بس اكتب لنا انت في الكومنتات بقى نسبه قد ايه من عدد الناس اللي حواليك عندهم اضطراب في القيمه، ونسبه قد ايه منهم لا يعني احساس القيمه عندهم متزن ومفيش اي مشكله خالص. تمام، واكتب لنا كمان انت نفسك
انت نفسك قد ايه بتحس ان انت محترم مبادئك ومحترم الاتفاقات بتاعتك ومحترم كلمتك. خلي بالك الشخص اللي بيكون عنده احساس متزن باللون الاخضر بيبقى مهتم جدا بكلمته وبيتعمل له الف حساب. يعني الشخص اللي الاخضر بتاعه متزن ده بيتعمل له الف حساب من غير ما يتكلم ومن غير ما يتخانق ومن غير ما يعمل اي حاجة. هو لوحده معمول له حساب، هو لوحده معروف ان ده راجل محترم، ده ما ينفعش نيجي عليه. تمام؟ فخلي بالك من الحاجات اللي زي دي. انا مستني اشوف الكلام ده كله في التعليقات، مستني اشوف التمرين اللي انت عملته في التعليقات، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنخش مرحلة اعمق اكتر في الاحساس بالايمان. لسه في تفاصيل كتير، يعني لسه في حاجات كتير قوي ممكن احنا نتكلم فيها في الموضوع ده. فاشوفكم على خير في فيديو جاي. السلام عليكم.